ملك يا حجة ساعديه، قاعدة كده ليه؟ والله يا أستاذ زي ما أنت شايف كيد، أنا عندي في نفس العشة فوق سطح البيت فراخ وبط ووز وديوك وكتاكيت، أعمارهم مختلفة ومش لاقي علف ينفعهم كلاتهم، وكل ما أقول لحد يقول لي لازم تجيب الكل نوع العلف بتاعه، ومش عارفة أتصرف إزاي. إيه دي؟ هو أنت ما سمعتش قبل كده عن شركة فيد ميكس؟ مين دول؟ دول أكبر شركة علف في مصر، وعاملين علاجة بديناميه لست البيت تنفع لكل الطيور اللي عندي، وكمان منها الناعم والخشي يعني تنفع لكل الأعمار. مش بس كده، ده كمان عشان عارفين ان صعب على كل ست بيت تشتري شكارة 50 كيلو، عملوا لها شكارة 25 كيلو عشان تبقى اسهل بكتير. ايه دي؟ لا والله يا استاذ اول مرة اسمع الكلام دي، كتر خيرك والله. بس اللي جيه فيه فيد ميكس موجود عند كل تجار العلف، وليهم منافس بيع منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، يعني من النهاردة مش هتحتاري تاني تأكليهم إزاي ولا منين. فيد ميكس علف تعتمدي عليه.